بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحيي. هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم، ولكنه ورد في السنة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بالحيي. ففيما رواه أبو داود من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بلا إزار بلا ثياب، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يعني عن نظر الآخرين. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقد ورد هذا الاسم مطلقاً مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. وفي سنن أبي داود من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. يعني الله يستحي من عبده إذا سأله ألا يجيبه، إذا دعاه ألا يلبيه، إذا استغفره ألا يغفر له، إذا تاب إليه ألا يتوب عليه. لذلك قالوا: ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن نسأله إلا ليعطينا. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. المؤمن أيها الإخوة له مناجاة مع الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، كلام سيدنا يعقوب. فالإنسان حينما تلم به ملمة، يلوح له شبح مصيبة، يخاف شيئاً، يخشى شيئاً، الله عز وجل علمنا أن نسأله وأن ندعوه وأن نستغفره وأن نتوب إليه، لأنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. فكما أن الله يستحي منك، ينبغي أن تستحي أنت منه، والحياء من الإيمان. مرة ثانية أيها الإخوة،
إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً. لذلك البطولة أن تحسن أن تسأله، اسأله ما يرضيه، اسأله ما يقربك إليه، اسأله خير الآخرة، اسأله أن تعرفه، اسأله أن تستقيم على أمره، اسأله عملاً صالحاً تتقرب به إليه، اسأله العلم، لأن كرامة العلم أعظم كرامة، كرامة العلم أعظم كرامة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً. يعني إنسان يسأل ملك، الملك بماذا يعطيه؟ يعطي بيت، يعطي مركبة، تسأله قلم؟ البطولة أن تسأله بقدر كرمه، أن تسأله بقدر غناه، أن تسأله بقدر محبته لك، أن تسأله لأنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الدعاء هو العبادة، وإن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. الحي المتصف بالحياء، نحن تعلمنا ونذكر هذا كثيراً، أن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أنت لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بأفضل من كمال مشتق منه، هو حي. فأنت أيها المؤمن يجب أن تتخلق بهذا الخلق، والحياء من الإيمان، علامة الإيمان الحياء، والحياء مؤشر على الإيمان. فالحي المتصف بالحياء صفة خلقية رقيقة لطيفة، تمنع النفس عن أن تقترف شيئاً مناقضاً لما هو معروف عندها. أيها الإخوة، قد لا ينتبه الإنسان إلى بعض المصطلحات. سمى الله الأعمال الطيبة التي تنسجم مع الفطر معروفاً، لأن الفطر السليمة في أصل خلقها تعرفها. القضاء البريطاني يأخذون 10 من الطريق، يعرضون عليهم جريمة بحسب الفطر السليمة، قد يكشفون الحقيقة. الإنسان له فطرة سليمة، لذلك الحياء أن تمتنع عن فعل شيء تعرفه فطرتك السليمة بداهة ابتداء من دون تعليم. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لك فطرة، هذه الفطرة تتفق مع منهج الله 100%، يعني ما أمرك الله بشيء إلا وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما نهاك عن شيء إلا وفطرتك وجبلتك تنفر منه. لذلك سميت الأعمال الطيبة التي أودعت قيمتها في فطرة الإنسان معروفاً، وسمي الشيء الذي تأباه الفطر السليمة منكراً. من كلمة معروف ومنكر، يعني هذا الشرع يتوافق مع فطرة النفس توافقاً تاماً. الدليل: فأقم وجهك للدين حنيفاً. أقم وجهك للدين حنيفاً، لأن إقامة وجهك للدين حنيفاً
ينطبق على فطرتك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أن تقيم وجهك للدين حنيفاً، إقامة وجهك للدين حنيفاً هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني المعنى الدقيق، الإنسان حينما يفجر لا يحتاج إلى من يعلمه، ولا إلى من يرشده، ولا إلى من يذكره، ولا إلى من ينصحه، يكتشف بفطرته ذاتياً وبداءة وبداهة أنه أخطأ. هذه الفطرة. لذلك قالوا الإسلام دين الفطرة، كل أمر إلهي إن طبقته ترتاح نفسك. فلذلك وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الشيء الدقيق أن الإنسان حينما يصطلح مع الله يصطلح مع فطرته، يرتاح. هذه الراحة لا توصف والله. بعد أن يتوب الإنسان كأن جبالاً أزيحت عن صدره، صار خفيف لأنه انسجم مع فطرته تماماً. كمركبة من أرقى الأنواع، من أغلى الأنواع، من أحدث الأنواع، سرت بها في طريق وعر، هذه المركبة السيارة مصممة للطريق المعبد، لا تكتشف ميزاتها إلا بالطريق المعبد، سيولة في الحركة، نعومة في الصوت، سرعة في المشي. أما إذا سرت بها في طريق وعر كله أكمات وحفر وصخور تتكسر تماماً كالنفس. فلذلك الله عز وجل حيي، هذه صفة من صفات الله عز وجل واسم من أسمائه، حيي في ذاته وفي صفاته. وقد فطرنا على الحياء، فالإنسان إذا كان وقحاً يسقط من عين نفسه، في تعبير معاصر ينهار داخلياً إذا وقح، بذيء اللسان، قاسي الكلمات. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث دقيق جداً. يعني الإيمان علامته الحياء، فالذي لا يستحي لا خير فيه ولا جدوى منه ولا أمل في صلاحه. علامة الإيمان الحياء، ولكن لا بد من التفريق بين الحياء كفضيلة وبين الخجل كمرض نفسي. الخجل مرض، أيام إنسان يخجل من أن يطالب بحقه، يخجل أن ينطق بالحق، يخجل أن يصرح بالحقيقة، هذا مرض. الخجل يعد نقيصة في شخصية الإنسان، لكن الحياء فضيلة. أنا أستحي ولكنني أطالب بحقي بأدب، أنا أستحي ولكنني لا أستحي من الحق. لذلك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في معنى آخر دقيق جداً، المعنى الآخر أنك إذا كنت ترضي الله عز وجل لا تعبأ بكلام الناس. هذا العمل إن لم تستحي من الله منه، يعني في بعض المجتمعات الإسلامية مو مقبول التعدد إطلاقاً، لكن إنسان له أخ وتوفي وفي خمسة أولاد وهو عمهم، لو تزوج زوجة أخيه ورعى الأولاد وضمهم إليه ما في مانع، هذا شيء يرضي الله عز وجل لكن لا يرضي الناس. فإذا لم تستحي من الله في شيء تفعله فاصنع ما شئت، لا تعبأ بكلام الناس،
المؤمن يتعامل مع جهة واحدة هي الله عز وجل. المؤمن يخاف الله وحده ولا يعبأ بكلام الناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن أرضى الناس جميعاً فهو منافق. في بحياته كلمة لا لا يستحي بها، شيء يتناقض مع منهجه، قد يرفض دعوة فيها معاصي. يعني الناس أحياناً يضحون بطاعتهم لربهم مراعاة لسمعتهم بين الناس، هذا خطأ كبير. إذا لم تستحي من الله كان عملك صحيح وفق المنهج تبتغي به رضوان الله عز وجل فاصنع ما تشاء. واحد سأل النبي الكريم: عندي يتيم أفأضربه؟ قال: مما تضرب منه ولدك. إذا ابنك أردت أن تؤدبه لمصلحته لا عليك، لا تعبأ، ضرب يتيم هذا ابني، كما أنني أؤدب ابني أؤدب اليتيم. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تستحي من الله. لذلك اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. في حديث طويل لأبي سفيان مع هرقل، يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذباً لكذبت عنه. كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألوا هرقل عن رسول الله قال: لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذباً لكذبت عنه. الحياء يردع، والحياء ضمانة، الذي عنده حياء هي صفة عالية جداً. إن سيدنا موسى كان حيياً، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو أنها قالت: إن أبي يدعوك، بلا شو المناسبة، صار في حوار، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لذلك: ولا تخضعن بالقول فيخضع فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. إذاً الحياء من صفات المؤمنين، لذلك قالوا: العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن. يعني الشاب ألزم ما يلزمه التوبة، والمرأة ألزم ما يلزمها الحياء، والغني ألزم ما يلزمه السخاء، والفقير ألزم ما يلزمه الصبر، والأمير ألزم ما يلزمه العدل. ورد: أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. فالحياء من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت على معنيين: إن لم تستحي فلا خير فيك، وإن لم تستحي من الله فافعل ما شئت ولا تعبأ بكلام الناس. في آيات دقيقة جداً، من هذه الآيات مثلاً: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا، أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل أموالكم،
لذلك الإسلام وسطي. حياء الشرع هو الحياء الذي يحفظ للعبد استقامته، هذا حياء الشرع، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تضبط عينك، لسانك، أذنك، والبطن وما حوى، أدخلت إليه طعاماً اشتريته بمال حلال. التقيت مع والد صديقي، قال لي: أنا عمري 96 سنة، أجريت فحوص شاملة، قال لي: كل النتائج طبيعية. ثم قال لي: لا أعرف الحرام في حياتي، لا حرام المال ولا حرام النساء، من عاش تقياً عاش قوياً. استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى. في خواطر سيئة دعك منها، استعذ بالله منها، في نظرات مريبة، في اطلاع على عورات الآخرين، لذلك الله عز وجل قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وغض البصر مدرسة، مدرسة من مدارس الإيمان، الرأس وما وعى، العين يجب أن تستحي من الله أن تستخدمها في معصية الله، واللسان ينبغي أن تستحي من الله أن ينطق بكلمة لا ترضي الله، والأذن ينبغي أن تستحي من الله بألا تسمع شيئاً لا يرضي الله، والبطن وما حوى، أدخلت إلى بطنك طعاماً اشتريته بمال حلال. لذلك يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يقول العبد: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولحكمة بالغة 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 جعل الله الحلال صعباً والحرام سهلاً. لو عكس الآية لأقبل الناس على الحلال لا حباً بالله ولا رغبة في طاعته، ولكن لأنه أسهل، لكن لحكمة بالغة 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 جعل الله الحلال صعباً. يعني إنسانة تشتغل ساعات طويلة تأخذ مبلغ، في إنسانة أخرى تأخذ هذا المبلغ بربع ساعة، ولكن بالحرام، ففرق كبير بين الحلال والحرام. إذاً أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. البطولة أن تبدأ من النهاية. الآن في دورات مشهورة جداً، البرمجة العصبية اللغوية، يعني في قاعدة فيها: ابدأ من النهاية، شيء دقيق جداً، ابدأ من الموت ثم اعمل، تؤسس عمل، تدرس، تنال دكتوراه، تؤسس شركة، ولكن لأنك بدأت من الموت أنت تراقب الله عز وجل، لا تعصي الله، وتسرع الخطى إلى الله. ابدأ من النهاية، وأن تذكر الموت والبلى، فإن فعلتم ذلك فقد استحييتم من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. وفي كل دروس أسماء الله الحسنى، البطولة أن تعرف أسماء الله الحسنى، وأن تتخلق بكمالاته، ليكون هذا التخلق بكمالاته سبباً للاتصال به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مرة ثانية أيها الأخوة، الدين الحقيقي ليس في المسجد، في المسجد من أجل أن تتلقى تعليمات الصانع، في درس علم، وفي المسجد من أجل أن تقبض ثمن استقامتك وأنت في الصلاة، لكن دينك في مكتبك.
دينك في دكانك، دينك في السوق، دينك في بيعك وشرائك، دينك في صناعتك. في مواد مؤذية للإنسان توضع في الأغذية، السعر يزداد والأرباح تزداد، لكن على حساب صحة الناس. في أشياء لا تعد ولا تحصى، هرمونات ترش بها النباتات تصبح الحبة كبيرة جداً ولها ألوان زاهية، لكنها مسرطنة الهرمونات. فالإنسان دينه في عمله، دينه في بيته، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لذلك أيها الإخوة، الحياء أن تستحي من الله أن تعصيه، أن تستحي من الله أن تستخدم جارحة من جوارحك في معصية الله. الحياء أن ترى أن الله معك. في رواية أخرى أنه إنسان كما قال النبي الكريم اغتسل أمامه عرياناً، قال خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. فالحياء من علامات الإيمان، ودائماً المؤمن يستر جسمه، وغير المؤمن يكشف عورته. الإنسان ببيته له ثياب معقولة، أما غير إنسان قد يقوم بالثياب الداخلية في بيته أمام أولاده أمام بناته، في هيك شيء ما في حياء. والله في جامعة من جامعات دولة عظمى كانت ترفع شعار لا إله، حدثني طالب قال لي والله دورات المياه مشتركة، ما في حواجز بينها إطلاقاً، صالون كبير في 50-60 مكان لقضاء الحاجة بلا حواجز. استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، والحمد لله رب العالمين.